لحماية الوطن والذود عن وحدته الترابية ومقدساته العليا، كما ذكر جلالته بمهامها والمسؤوليات المنوطة بها التي لم تعد تقتصر فقط على مجالات الاختصاص ذات الطبيعة العسكرية المحضة، بل أضحت متشبعة وذات أبعاد أمنية وإنسانية متشعبة وذات أبعاد أمنية وإنسانية واجتماعية وتربوية، مما جعلها تحظى بمكانة رفيعة وسمعة طيبة بين جيوش العالم. وفيما يلي نص الأمر اليوم. صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الأمر اليومي 14 ماي 2019. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. معشر الضباط وضباط الصف والجنود، في هذا الشهر المبارك الفضيل، شهر الصيام والغفران، يحتفل المغاربة قاطبة بذكرى وطنية مجيدة ومناسبة جليلة تعتبر من المحطات البارزة والخالدة في تاريخ المغرب الحديث. إنها ذكرى تأسيس القوات المسلحة الملكية التي نخلد اليوم ذكراها 63، وإنها لمناسبة عزيزة متجددة نغتنمها للتعبير لكم أفراد جيشنا العتيد بمختلف مكوناتكم البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي عما يكنه لكم قائدكم الأعلى من كامل الرضا وسابغ العطف، منوهين بما أنجزتموه خلال السنة الفارطة من جليل الأعمال في سبيل حماية الوطن والذود عن وحدته الترابية ومقدساته العليا. وإذا كنا اليوم نشعر بالفخر والاعتزاز لما حققته قواتنا المسلحة الملكية من مكانة رفيعة وسمعة طيبة بين جيوش العالم، فإن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى حكمة جدنا جلالة الملك المجاهد محمد الخامس ورفيق دربه في الكفاح والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما، اللذين كانت لهما مكرمة تأسيس وبناء هذه المؤسسة العريقة عمادها الإيمان بالثوابت والقيم العليا للوطن، وقوامها تحصين المغرب وأرضه والحفاظ على استقلاله ووحدته. ولقد أكرمنا الله عز وجل بأن يسر لنا طيلة 20 سنة الماضية السير على نهج هذين الملكين العظيمين لمواصلة تدبير شؤون قواتنا المسلحة وفق رؤية شاملة ترتكز على إعداد جيش محترف منفتح على قضايا محيطه القاري والدولي، آخذاً بأسباب الحداثة والتطور، ومهتماً بتنمية معارفه العسكرية ومداركه العلمية على أسس مدروسة ومنهجية واضحة في التخطيط وفعالية ميدانية في التطبيق. معشر الضباط وضباط الصف والجنود، إنكم تنتمون لوطن عريق يحق لكم أن تفتخروا بتاريخه وأمجاده، ولشعب أبي موحد وفي لملكه ووطنه. ولترسيخ هذا الشعور المشترك قررنا إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية حتى يتسنى لكل الشباب المغربي ذكوراً وإناثاً أداء واجبهم الوطني، لينهل من قيم المؤسسة العسكرية ويدرس ويستفيد ويعمل وينتج ويفيد ويسهم في نهضة بلده ومجتمعه، معتزاً بانتمائه ومغربيته، محافظاً على أصالته وتوابت أمته. على هذا الأساس أوكلنا إلى أطر قواتنا المسلحة الملكية مهمة الإشراف على منتسبي الخدمة العسكرية في حلتها الجديدة وفق برامج تعليمية مدروسة ومتنوعة تشمل مجالات وتخصصات متعددة تهدف إلى تنويع المعارف وصقل المهارات لدى الشباب المغربي تماشياً مع قيمنا الوطنية الثابتة ومبادئ الجندية الحقة. وإننا لعلى يقين
بأن شبابنا سيستفيد حتما من مزايا هذا الانخراط الذي سيمنحهم تأهيلا عسكريا نموذجيا قوامه روح المسؤولية والاعتماد على النفس وإدكاء روح الانتماء للوطن علاوة على خبرات تقنية ومهنية تناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم مما سيدعم قدراتهم الذاتية على الإسهام في العطاء والإبداع المنتج لفرص الشغل وإن ما سيكتسبونه من قيم مثلى في العمل والانضباط وما سيحظون به من تأطير على المستوى الأخلاقي والنفسي والمعنوي سيسهم في مواكبة هذا الزخم من التطور والإنجاز والتقدم الذي ننشده لشبابنا والذي سيجني وطننا ثماره المرجوة بفضل ما ستناله الأفواج المتعاقبة من مؤهلات مهنية وتجارب حياتية غير مسبوقة معشر الضباط وضباط الصف والجنود إن المهام والمسؤوليات المنوطة بقواتنا المسلحة الملكية لم تعد تقتصر فقط على مجالات الاختصاص ذات الطبيعة العسكرية المحضة بل أضحت متشعبة وذات أبعاد أمنية وإنسانية واجتماعية وتربوية تقتضي التكيف مع مختلف المستجدات مما يفرض التدريب والتأهيل المستمر والاستعداد الدائم لمواجهة كل التحديات بحنكة ومهنية وهذا ما لمسناه خلال مختلف تدخلاتكم الميدانية كدليل على حسن تكوينكم وتدريبكم وقيمة كفاءاتكم البشرية وجاهزيتكم للقيام بمهامكم النبيلة كما ننوه بمجهوداتكم المتواصلة في المجال الإنساني التضامني لتدبير الآفات الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات أو تدخلاتكم الطبية والاجتماعية للإسهام في تخفيف المعاناة وتقديم الدعم والمساعدات في المناطق التي تعرف ظروفاً مناخية قاسية عبر إقامة المستشفيات العسكرية الميدانية التي توفر للمعنيين كل المهارات والتخصصات في جهات متعددة من مملكتنا الشريفة ولا يفوتنا أن نوجه تحية تقدير إلى جنود قواتنا المسلحة الملكية المرابطين على تخوم صحرائنا العزيزة وفي المناطق الحدودية الساهرين ليل نهار على مراقبة الحدود متأهبين في كل الظروف للدفاع عن وحدة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره كما نخص بالذكر أفراد تجريداتنا العسكرية المنتشرة بجمهوريتي الكونغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى والتي تعززت بحضور متميز للمرأة المغربية التي تعبر يوما بعد يوم عن كفاءتها الميدانية وقدرتها على القيام بمهام صعبة كانت بالأمس تقتصر على الرجال وفي هذا المجال نسجل مساهمة القوات المسلحة الملكية في إعداد وتكوين عناصر هذه التجريدات وفقاً لمعايير الجديدة المنظمة الأمم المتحدة والتي أعلنا باستمرار لأمينها العام عن التزامنا المبدئي والراسخ للمشاركة في تفعيلها وتطبيقها لتحقيق غاياتها الكبرى في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين معشر الضباط وضباط الصف والجنود إن طموحنا اليوم هو أن تستمر قواتنا المسلحة الملكية في الرقي الحثيث نحو مستويات عليا وهذا ما يدفعنا دائما إلى الاهتمام بالتكوين العسكري وجعله قاطرة لتنمية قدراتكم وتعزيز مؤهلاتكم مع الحرص على تطوير التعاون العسكري مع محيطنا الإفريقي وعلى المستوى الدولي من أجل تبادل التجارب والخبرات والعمل على تنظيم مناورات ميدانية مشتركة مع العديد من جيوش الدول الصديقة وذلك لاستيعاب المناهج والتقنيات الحديثة ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع وسعياً وراء تحصيل المعارف المستجدة وامتلاك القدرات الذاتية الضرورية وتطويرها استكمالاً لما تحقق من إنجازات ومكتسبات وفق المخططات والبرامج التي أمرنا بتنفيذها أصدرنا تعليماتنا العليا لمصالح أركان الحرب العامة لتفعيل برامج البحث العلمي والتقني والهندسي والعمل على تعزيزها وتطويرها في جميع الميادين العسكرية والأمنية وذلك عبر عقد شراكات واتفاقيات مع المعاهد الوطنية العليا في مجالات البحث العلمي التطبيقي من أجل تطوير الإمكانيات الذاتية للجيش الملكي المغربي وفي نفس السياق أصدرنا أوامرنا السامية
من أجل تحيين مناهج التكوين العسكري في مختلف مستوياته وجعلها أكثر انسجاماً وتكاملاً فيما بينها، مع العمل على توحيد البرامج والمراجع الدراسية العسكرية ووضع آليات عمل مشتركة تسمح بالاستفادة المتبادلة من الإمكانات التدريبية المتوفرة داخل مختلف المدارس والمعاهد الوطنية. كما يشمل هذا البرنامج تطوير وعصرانة القوات المسلحة الملكية وتحديث قدراتها العسكرية والدفاعية والرفع من جاهزيتها القتالية لمختلف الأسلحة لمواجهة التهديدات والمخاطر الحالية والمستقبلية، بما فيها التهديدات الإرهابية والإلكترونية والسيبرنانية، وتجسيداً للعناية المولوية التي ما فتئت جلالتنا توليها للنهوض بالأحوال الاجتماعية لأسرة قواتنا المسلحة الملكية. أصدرنا تعليماتنا السامية من أجل تحصين مكتسباتكم المادية وتحسين ظروف عملكم اليومية ومدكم بكل الوسائل الضرورية للرفع من معنوياتكم، لتظلوا دائماً تحت قيادتنا الرشيدة صمام أمن وأمان للوطن ودرعاً حصيناً لحماية وحدته وسيادته ومؤسساته. معشر الضباط وضباط الصف والجنود، في مثل هذه المناسبات الخالدة نستحضر بكل خشوع وإجلال ذكرى القائدين الراحلين، جدنا المغفور له جلالة الملك محمد الخامس أبو الأمة ومؤسس القوات المسلحة الملكية، ووالدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني موحد المغرب الحديث، سائلين الله عز وجل أن يجزيهما عن الوطن خير الجزاء في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما نتضرع بالدعاء إليه سبحانه بالمغفرة والرضوان لكل شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته وكرامته. وفقكم الله وأعانكم وثبت أقدامكم للسير قدما على نهج من سبقوكم في خدمة هذا البلد الأمين، محافظين على الثوابت الوطنية والقيم المثلى، متمسكين بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، مخلصين لقسم المسيرة الخضراء، مستعدين لتلقين الأجيال الصاعدة حب الوطن وروح الفداء، متشبتين على الدوام بشعاركم الخالد الله الوطن الملك. وحرر بالقصر الملكي بالرباط في ثاني رمضان 1440 الموافق لثامن ماي 2019، الإمضاء محمد بن الحسن.